الأصدقاء الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. اليوم 11 من رمضان 2022. لقاءنا اليوم مع أغاني لطيفة، أغاني خفيفة راح أعزفها على الكمانجا، في رابط بينها. لما صباح غنت الحلوة ليه تقلان قوي زعلان قوي من فيلم ثلاثة رجال وامرأة سنة 1960. الحلوة ليه تقلان قوي زعلان قوي. بعد سنتين غنى فريد الأطرش اتقل اتقل، والأغنيتين من مقام البياتي. الأولى الحلوة ليه ألحان محمد الموجي، طبعا اتقل اتقل من ألحان فريد الأطرش، ومحمد فوزي غنى مال الأمر ماله ما جناش على باله. الثلاث أغاني هدول من كلام فتح أورا، الشاعر الخفيف الرقيق المرح، بس ما كانش محظوظ ما أبدا، لأنه تولد مثلا في سنة 1919 وتوفى سنة 1977. لكن في بدايات الستينات بدأ نظره يخف، وكان لازم له علاج، وطلب علاج على حساب الدولة لأنه كان مكلف جدا، فلم ينفع. استغاث واستنجد وطلب من تدخل أم كلثوم وعبد الوهاب ومش عارف أصدقائه، وغما ما نفع. لما نفع كان صار فات الأوان لأنه فقد نظره كليا. فتحي أورا كتب لمحمد فوزي ماما زمانها جاية ومال القمر ماله، كتب لفريد الأطرش قلبه مفتاحه واتقل اتقل علشان مليش غيرك ويا سلام على حبي وحبك، وكتب لشادية حبينا بعضنا وأنا وإن راح منك يا عين، وتعالى أقول لك هتقول لي إيه هي وعبد الحليم حافظ. ولعبد الحليم حافظ كتب بكرة وبعده، ويا سيدي أمرك أمرك يا سيدي وحياة قلبي وأفراحه. وكتب لا عبد المطلب ما بيسألش علي أبدا ودع هواك، أغاني كلها بنعرفها. ولكارم محمود ألف أمانة عليك يا ليل طول، بدي أعزف قلبي ومفتاحه وأغنية صباح الحلوة دي. Thank you.
إلى اللقاء غداً.